السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحبوا بكم دائما في القناة ديالكم ونتمنوا لكم إن شاء الله قضاء أوقات طيبة وسعيدة معنا في هذه القناة اللي كتقدم لكم إن شاء الله كل يوم فيديوهات خاصين برمضان إن شاء الله. ابتداء من اليوم الثاني من رمضان غادي نقدم لكم مائدة إفطار متكاملة إن شاء الله كل يوم بإذن الله. اليوم غادي نقدم لكم هذه الشوربة اللي هي ممتازة أيضا في إطار سلسلة الشوربات اللي قدمت لكم ديال الحوت، وقدمت لكم الأخرى الثانية اللي قدمت لكم ديال الشام ديال الشينوا، الشوربة ديال الشينوا. هنا غادي نقدم لكم شوربة ممتازة مغربية أصيلة إن شاء الله، غادي تكون بطريقة مميزة وجيدة إن شاء الله. وقبل ما نقدم لكم هذه الوصفة ديالنا إن شاء الله، غادي نقول لكم عيد مبارك، يعني رمضان مبارك سعيد إن شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية، والله يشفي فيه المرضى ديالكم ومرضاكم ومرضى المسلمين، ويرحم موتاكم وموتى المسلمين، والله يعطينا الصحة لنا ولوليداتكم ولجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم. الوصفة ديالها هي كالتالي إن شاء الله. شوفوا معي المقادير ديال هاد الشوربة الرائعة. عندنا هنا البطاطا، واحد جوج بطاطيات، واحد جوج خزويات، واحد فلفله كبيره خضراء، فلفله كبيره حمراء، عندنا زيت الزيتون، عندنا هنا واحد 200 غرام ديال ليبلي، هذا طيب غادي نغسلوه قبل ما نديروه، نغسلوه غير شويه قبل ما نديروه ان شاء الله، راه غير كيطيب. هنا عندنا البصل، بصله مشلطه، عندنا شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، عندنا شويه ديال السكنجبير، عندنا شويه ديال الملحه. هادو هما المقادير ديالنا بكل بساطه، مي صوبه ممتازه. اول شيء غادي نديرو ان شاء الله، غادي ناخذ زيت الزيتون ديالنا نديروها في القدره فاش غنطيبوا هاد الصوبه، ما غاديش نطيبوها في الكوكوت، يعني ما نحتاجوش الكوكوت، نديرو زيت الزيتون ونديرو البصل نقليوه مزيان. دائما الروعه ديال اي شوربه هادي خصكم ديروها، يعني حاجه توب في الوصفات ديالكم، ان دائما الصوبه ديالنا ملي كنقليو ليها البصل كتجي زوينه في البنه ديالها، داك البصل كيعطيني واحد الكو من داك الطراز العالي. غادي نديرو اولا وقبل كل شيء ان شاء الله البصل ديالنا ها هو، ونديوه باش نقليوه فوق البوطا. نتوما كتشوفوا درنا البصل ديالنا، نقليوه مزيان باش نحصلوا على واحد البصل مذاق ديالو رائع ان شاء الله. الليبلي ديالنا يعني كنديروه شويه ديال الماء باش نغسلوه، نخليوه شويه ونصفيو ليه هذاك الماء، وفي نفس الوقت غادي ندير البصل ديالنا ها هو كيتقلى، غير يتقلى شويه غادي نديرو ليه يعني الخضر الاخرين ديالنا. كنضيفو الخزو ها هو، نضيفو الخزو ديالنا، كنحاولو نقليوه حتى هو شويه باش الخضر ديالنا ياخذو. غادي تلاحظوا معايا ان الخضر ديالنا قطعناهم صغيورين، كروات صغار، مربعات صغار، هانتوما شوفوا معايا اننا قطعناهم مربعات صغار باش السوب ديالنا جينا زوينه. هنا دائما غادي نقليو البصله، كنضيفوا الجزر بعد ما تقلات شويه، ونخليو هذا البصل ديالنا حتى هو يتشبع بهذا المذاق ديال البصل قبل ما نضيفوا ليه يعني البطاطا ديالنا. غادي نضيفوا البطاطا حتى هي ها هي، غادي نضيفنا البطاطا ديالنا، ايضا نقليوها حتى هي مزيانه الحمراء والفلفله الخضراء ايضا نضيفوهم. هذه راه صبه هائله ان شاء الله، غتجينا واحد الصبه ديالنا هنا رائعه. هانتوما شوفوا هذا اللون جميل ديال هذه المواد اللي درنا، وهذه الصبه انا ان شاء الله ملي تصوبوها كونوا على يقين ان الابناء ديالكم غادي يبغيوها، لانها كتجي بنينه بنينه. دائما قليو هذا الشيء، قليو هنا شفتوا مازال ما درتش العطريه، ما درت حتى حاجه، يعني زيت الزيتون والخضر ديالي، وكنحاول
نخلطهم مزيان بحال هكا، هنا ان شاء الله غادي نبدا نضيف ليبلي ديالي. ها هو غنقطرو من داك الماء باش نزكتو شويه، هادي راه صبه رائعه غنيه ما درنا فيها لا اللحم لا حتى حاجه، يعني بالخضر ما غاديش نطحنوها. هنا غادي نضيف ان شاء الله العطريه ديالي، شويه ديال الكنجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الملح، ونخلطوا الجميع بحال هكا، وان شاء الله غادي نخليو هذا الشيء ديالنا ايضا يتقلى مزيان قبل ما نضيفوا الماء. الله كنضيفوا الماء، نضيفوا واحد جوج مرات دوبل هذاك الخضار وداك الشيء ديال الماء. الماء كنطيبوا الماء ديالنا، هانتوما شوفوا معايا الماء ديالنا نطيبوا مزيان هكا، لان ليبلي ديالنا وداك الشيء غادي يعني كيطاح في الفوليم ديالو. ونغطيو الصبه ديالنا نخليوها طيب على خاطرها. اهلا بكم، هذه هي الصبه ديالنا اللي كتجي هائله ورائعه. انتم كتشوفوا ليبلي ديالنا كيجي طايب، وكتجي الصبه ديالنا هائله وطيبه مزيان. يعني هذه الصبه يمكن لكم تحضروها في الظرف يعني في قل من 30 دقيقه، قل من 30 دقيقه تكون فيها موجوده هذه الصبه الرائعه. لماذا؟ اولا وقبل كل شيء لان شوفوا الخضر ديالنا انهم مقطوعين حبيبات صغار، هكا ساهلين يطيبوا، كيطيبوا بكل سهوله، يعني ما عاديش نحتاجوا ياخذوا لنا وقت كثير. والصبه ديالنا كتكون يعني خضر طريه ومسائل طريين، وكتجي رائعه باذن الله. هذا هو المهم عندي، انني نقدم لكم اشياء جيده باذن الله اللي غادي تنفعكم وتنفع وليداتكم. جربوا هاد السوب اللي هي بالخضر بدون اضافات، غادي تشوفوا انني يعني اتقن عملي واتقن ما اقول. مي دائما كنقول وهذا الشيء كنقوله في جميع الفيديوهات ديالي، ان جميع الوصفات اللي كنعطيكم كنعطيكم مقادير مضبوطين، وكنعطيكم اشياء جميله ومذاق رائع، مي كنشرط عليكم دائما بدون اضافات اخرى ان شاء الله، باش نحصلوا على واحد الحاجه رائعه كما صوبتها وكما ذوقتها باذن الله. وغادي تحكموا ان الذوق ديالنا ان شاء الله ذوق رفيع باذن الله. ونتمنى لكم كل التوفيق، وكنحييكم تحيه خاصه ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.